اندفاعيه سيداتي سادتي لشوطنا الاول مفتوح الدرجات لجياد وافراس الثلاث سنوات بعد استبعاد جرين اوف تروث من الدخول التي لم تتمكن من دخول جهاز الانطلاقه هنا. 11 راس تنطلق بهذه الصوره، عوارف تبدا الانطلاقه في المنتصف مع محاولات لشهر ايضا من ام ابو المعارك من الخارج وشهر من الداخل وعوارف في المنتصف متقدمه ومطارده ناصر المحمدي الاسم الابرز والمرشح لهذه المواجهه مع بالانس الذي يبدا الظهور من الخارج برفقه ابو المعارك وكذلك مقدم بالخير مع السياج. هنا عوارف ومحاولات شهر ايضا في المركز الثاني وابو المعارك ثالثا، ناصر المحمدي رابعا وكذلك مقدم بالخير خامسا، بالانس سادسا وسابعا لفوندر وكذلك محاولات الهاف الحمر. هنا عوارف التقدم بنصف رقبه تقريبا للصداره للمركز الاول، المطارده من قبل شهر في المركز الثاني. هنا سيداتي سادتي التنافس يجمع هذه الجمهور والمرات المتنافسه في شوطنا الاول على مسافه الميل. ناصر المحمد يبدا الى المركز الثاني فيما عوارف في المركز الاول مسيطره ابنه عالم مع استحداث لعادل لناصر للتقدم. ناصر المحمد للمركز الثاني، فوندر يبدا ذو الخبره الى المرتبة الرابعة كذلك محاولة قدوم مصباح الأمل. هنا عوارف لا زالت مسيطرة بالصدارة حتى الآن المئة متر الأخيرة. ناصر المحمدية الثانية، عوارف لا زالت تحافظ على تقدم انهمار لفوندر للدخول والمباغتة على عوارف في هذه اللحظات. إذا عوارف تصل أولا سيداتي سادتي إلى خط النهاية في شوط تنافسي. العد التنازلي لانطلاقة الشوط بالفعل تندفع ايضا على بركة الله سيداتي سادتي. ثاني الاشواط تكافؤ من 76 الى 92 مسافة الى 1400 متر. جياد وافراس الاربع سنوات فاكتر. هنا ويليام تيل يبدا الانطلاقة السريعة برفقة سهم البيرق وبولاح ايضا في المركز الثاني وبيهايف من الخارج يبدا برفقة كذلك تروب بريت. يبدا هنا تنافس في بدايته هنا خمسة ستة رؤوس. هنا يتقدم ويليام تيل القادم من فرنسا. هنا سهم البرك في المرتبة الثانية، بهايف ثالثا، أنكل يأتي للمنافسة في المرتبة الرابعة وكذلك تروب بريت يأتي خامسا. هنا من يأتي كذلك انفراريد، يبدأ انفراريد للقدوم في المرتبة السادسة فيما تيل. ويليام تيل لازال في الصدارة برفقة عبد الله الصاعدي. مطاردة سهم البرك ثانيا، أنكل ثالثا. هنا تبدا مراحل الحاسم ال 400 متر الفاصله. هنا المستقيم يصل ويليام تيل الى المستقيم، يبدا في توسيع الفارق برفقه عبد الله الصاعدي. بالفعل يوسع الفارق ويليام تيل. انكل ياتي ثانيا، ويليام تيل محافظا على الصداره مع منافسه في المراكز الاخرى بهذه الصوره. ويليام تيل بهذه الانطلاقه الراسيه يحافظ عليها حتى الان، ما شاء الله تبارك الله، مستوى ونتيجة. ويليام تيل يحقق الانتصار الثاني. ألف المبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. سيداتي سادتي أبو زيد يبدأ الانطلاقة ويستهلها مع مقدام في المرتبة الثانية مطاردا وكذلك القادم أجمل في المركز الثالث. هنا أبو زيد يتصدر في السياج. هنا الجمانة تبدأ من الخارج للقدوم إلى المنتصف. الآن الجمانة تبحث الآن في المرتبة الثانية مع أبو زيد وكذلك مقدام ثالثا. تنافس لعلوة للقدوم للمركز الرابع برفقة حيدرة أيضا. هنا الصدارة أبو زيد الجمانة والتنافس بدخول العود
وجاء أيضا من الخارج مع علوى، وهنا التنافس بقدوم تنفس الذي يتنفس الآن من الخارج، هنا أبو زيد في الصدارة، هنا المطاردة مشاهدين الكرام لمقدام في المرتبة الثانية، أكثر من راس تتواجد قبل علامة الأربعمائة متر. أبو زيد ومقدام والتنافس ينهار، مقدام للصدارة يندفع بقوة، مقدام يتصدر هذه الأسماء، يتقدم مشاهدين الكرام الميتين متر الأخيرة. من يأتي في الاستحداث؟ مقباس يأتي أيضا للمنافسة برفقة القادم أجمل مع السياج، ولا زال مقدام يتقدم، مقدام يتقدم للصدارة القادم بريطانيا، طولين ونصف الطول. مقدام بالفعل سيداتي سادتي يعلن الانتصار مع المشاركة الرسمية الثالثة برفقة الخيال خالد الميموني. تدريبات عبد الله المنيف. تندفع بهذه الصورة في تحدي مسافة الـ 1400 متر بحثاً عن انتصار جديد، وأربعة روس تبحث عن انتصارها الأول. اندفاع من الخارج بهذه الصورة، الصفا يتقدم إلى المنتصف برفقة واريورز هيد أيضاً من الخارج، وكذلك أمبلم ديزرت إلى المرتبة الثالثة، قدوم مونديريال إلى المرتبة الرابعة بهذه الصورة، قدوم أيضاً لفاردن في المرتبة الخامسة. فيما الصدارة ما بين تقدم معضد من السياج الآن مع فاردن، معضد يتقدم مع فاردن، وواريوس هيد أيضا من الخارج بهذه الصورة. مشاهدينا الكرام يعود معضد للتحدي، يتقدم معضد الآن برقبة تقريبا للمرتبة الأولى برفقة الصفا وواريوس هيد. مونديريال يبدأ إلى المرتبة الرابعة، قدوم كذلك اليادار مع أيضا فاردن في المرتبة الرابعة والخامسة. هنا الصدارة من الداخل لصالح معضد، وهنا واريوس هيد وكذلك الصفا، استحداث ليادار للقدوم كذلك مع فاردن. هنا الخط المستقيم، هنا معضد يسيطر بهذه الصورة، هنا معضد يوسع الفارق، يتقدم بهذه الصورة مع محمد الحبيل، استحداث للابتعاد، هنا استحداث يادار مع محمد الدام للقدوم للمركز الثاني. فيما معضد يسيطر حتى الآن، ابن دايلاند انديا ستر في المرتبة الأولى، يتقدم يحافظ على الصدارة، يوسع الفارق، يذهب بدقيقة وثلاثين ثانية وستين جزء من الثانية إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الانتصار الأول. فتحت البوابات على بركة الله، خامس أشواط الحفل السادس عشر منافسة الخيل العربية الأصيلة في شوط مفتوح الدرجات، عمري الأربع سنوات فأكثر، مسافة السباق إلى 1600 متر. رزق الله الخالدية، يبدأ السباق بالليث الخالدية بشعار أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مع فهد الفريدي، يسير في أول المراكز، بينما نشاهد نجيب الزمان ابن هلال الزمان الأعلى تصنيف والأعلى انتصارات يأتي في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث لتواق الخالدية ابن ليث الخالدية بشعار اسطبل القلايل مع ركان العبيد، فيما المحاولات تأتي كذلك من الخارج لتواق الخالدية، يحاول إذن هو في ثالث المراكز، المركز الرابع لتقدير الفرس الوحيدة في هذا الشوط ابنة إيف البراق لخالد سعيد السيد مع عبد الله الحصين. وهنا نشاهد أيضا سير عامر في غمار المنافسة في يتقدم في هذه اللحظات لخامس المراكز، شعار ابناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز عبر رزق الخالدية إلى أول المراكز، اسطبل صفوة العاديات في المركز الثاني عبر نجيب الزمان، فيما أشاهد المحاولات من قبل ركان العبيد لاستحثاث تواق الخالدية للتقدم في هذه اللحظات، بينما كذلك عبد الله العوفي يطلب من ترك الخالدية الانطلاق في هذه الأثناء، وهنا كامل يطلب من نجيب الزمان الانطلاق، يبدأ نجيب وتبدأ المتعة في هذا الشوط، نجيب الزمان يبدأ للابتعاد في هذه اللحظات، يبتعد بالصدر
الصدارة والمركز الأول، المرشح الأقوى للفوز بهذا الشوط، الأعلى تصنيف، الأعلى انتصارات، ابن هلال الزمان والأم لبوة لاسطبل صفوة العاديات، يسجل الفوز السابع في سجله السباقي. ما شاء الله تبارك الله، بكل أريحية بطل هذا الشوط. رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات لسادس أشواط الحفل السادس عشر، منافسة خيل الإنتاج المحلي شوط التكافؤ من تصنيف 60 وحتى 76 بمشاركة أهدل، نجد الوفاء، علم السماوي، فرع، ليث الحما، صعود، توماهوك، وسام الشجاعة، يرقى المعالي، أشقر حراك، مشموخ، مسكر، متسامح، نور العليا، مستافي، قارعهم المنتجب، والخضرم. هنا السباق يبدأ بتصدر يرقر معالي إلى المركز الأول، ستأخذ هذه الأسماء لفة وربع كاملة حول المضمار فيما نشاهد هنا. إذن يرقى المعالي إلى المركز الأول، صعود يأتي إلى ثاني المراكز، تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية، فيما أيضا مستافي يحاول في ثالث المراكز والمركز الرابع لقارعهم يحاول الانطلاق في هذه الأثناء، مع تقدم أيضا لعلم السماوي في المركز الخامس ومشموخ المرشح الأقوى للفوز بهذا الشوط خلف الأسماء الخمسة الأول. فيما نشاهد أيضا على ما يبدو تقدم ليث الحما في هذه اللحظات، فيما لا زالت الصدارة ما بين يرقى المعالي وكذلك صعود ابن باينتر من الخارج، لا زالت هي الخيل كما هي، خيل النفس الطويل. هنا صعود ابن باينتر بشعار أحمد السيف مع فهد الفريدي، يتقدم من الخارج بفارق نصف طول عن يرقى المعالي ابن سبرينغ أتلاست بشعار بندر الجابري، فيما أشاهد قارعهم يستحث محمد اليامي ابن باريس بيرفكت بشعار اسطبل الزعامة، وفيما أشاهد دفع قوي من عبد الله الصاعدي لمشموخ ابن دبي ديستنيشن بشعار الأمير فيصل ابن خالد ابن عبد العزيز، فرع أيضا يتحرك ابن بيز بليتز بشعار اسطبل المنقوش مع خالد الميموني، ومشموخ ينطلق بقوة إلى المركز الأول، أهدل ابن بانديني الأعلى انتصارات في هذا الشوط بثلاث انتصارات بشعار عبد الرحمن السيد، يدفع أيضا هو الآخر بكل قوة مع تقدم أيضا للخضرم بشعار عمر مخلفي مع خالد العازمي، مشموخ إلى المركز الأول، تحرك أيضا جميل لمتسامح ابن استروليجي، الخط المستقيم انقضت إلى 2000 متر، بقيت إلى 400، المنافسة بدأت تشتد، مشموخ ما شاء الله تبارك الله المرشح الأقوى للفوز بهذا الشوط يوسع الفارق، ابن دبي ديستنيشن والأمردين بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مع الخيال المتميز في المصيف عبد الله الصاعدي مع مشموخ، مشموخ صاحب الانتصار يوسع الفارق، مشموخ بطلا لسادس الأشواط، ألف مبروك مشموخ ابن دبي ديستنيشن والأمردين للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، دربات لعبد الله مشرف. رفعت الراية البيضاء. إذن اندفاع موفقة سيداتي يا نساتي، تصادم قليلا بين غشمشم الجسرة وعميلاند، هنا اندفاع موفقة وتمركز جيد سيداتي يا نساتي. سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف وفي نادي سباقات الخيل سابع أشواط هذه الأمسية، الخيل العربية مفتوح الدرجات تتنافس على مسافة 2000
و400 متر. دورة كاملة حول المضمار يبدأهم من المسار الداخلي. آر بي جيم أوفر بشعار سالم الرومي مع أليكسس موريني، والمطاردة من غشم شمل جسرة بشعار اسطبل شموخ العز مع زياد الجابري على ما يبدو، وكذلك التمركز في المرتبة الثالثة لإبن داحس ميليبش اللي إبن داحس مع ركان العبيد، وكذلك أميلاند في المرتبة الرابعة. هنا تفاوت بين الجياد منذ البداية. آر بي جيم أوفر يبدأ مبكرا وبسرعة 14 ثانية و43 جزء من الثانية بآخر 200 متر يتقدم ويوسع الفارق. لا يهم الأمتار المهمة، لا يهم الأمتار الأولى، المهمة آخر الأمتار فيه التي تكتب التاريخ. شمشم الجسرة لا يزال في المطاردة في ثاني المراتب. هنا مشاهدينا متابعين الكرام قبيل انقضاء المنعطف الأول، تفاوت كبير بين الجياد. هنالك الدفعة الثانية قادمة، أميلاند وكذلك ميبلش والحارث ومربع الخلدية من خلف مصميد عذب وفاكر دوبوي. هنا مشاهدينا متابعين الكرام بفارق 4 أطوال آر بي جيم أوفر عن غشمشم الجسرة، وغشمشم الجسرة بفارق 4 أطوال عن الحارث وابن داحس ميبلش، وكذلك هنالك مربع الخلدية. يبدأ أليكسس مورينيو في وضعية القبض حتى الآن مع آر بي جيم أوفر. ابن باسق الخالدية والقادم من أمريكا، هنا القدوم للحارث الذي بدأ يستحث عبد الله الصاعد للقدوم إلى ثاني المراتب. هنا بدأت الأمتار المهمة آخر 200 متر ب15 ثانية و40 جزء من الثانية. بدأ يتباطأ الشوط قليلا، هنا بدأ في السرعة الحارث قادم يا آر بي جيم أوفر. هنا الأمتار المهمة، هنا الأمتار التي تحدد الانتصار. يبدأ الحارث الآن في المرتبة الأولى. غشمشم الجسرة لا يزال يتمركز في المرتبة الثالثة، وكذلك الحضور لفاكر دوبوي. آر بي جيم أوفر بدأ باستحثاثه قليلا. أليكسس مورينيو من المسار الداخلي، كذلك الحضور لهشيم في المرتبة الرابعة، وفاكر دوبوي الحارث بدأ في المرتبة الأولى بالرقم 1 والأعلى تصنيف. يتقدم الآن قاب التبديل مع عبد الله الصاعدي، هنا يتقدم غشمشم الجسرة قادم، وفاكر دوبوي كذلك القدوم من بقية الأسماء مذخور. هنا بدأ الحارث من المسار الداخلي، القدوم لفاكر دوبوي من المسار الخارجي. هل يوسع الفارق الحارث أم يأتي فاكر دوبوي؟ الحارث قبل انقضاض، فاكر دوبوي انقض أيضا. الحارث يبدأ إلى المسار الخارجي الآن، ولكن فاكر دوبوي انقض 16 ثانية و56 جزءا من الثانية. فاكر دوبوي هنا الأمتار المهمة يا عبد الله كريديز، ولدا لك على هذه القيادة. أبدعت وأجدت وتفوقت على الخيال المحترفين في هذا الشوط. إذن انتفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف في الحوية لجائزة نادي السباقات الخيل التقديري والشوط التحضيري لديربي الطائف. تتنافس أسماء 3 سنوات على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، مسافة 8 فورلونج. يتقدمهم سريعا من المسار الخارجي الذي يود أن يتخذ المسار الداخلي سلام الخير بشعار اسطبل عذبة للسباقات، بينما هاجيت في ثاني المراتب بشعار ابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز مليان في المرتبة الثالثة بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، والجود في رابع المراتب بشعار سعود الحماد. 4 مراكز تمركزت، 11 ثانية و89 جزء من الثانية. 200 متر الأخيرة انقضت في هذه الأثناء مشاهدينا متابعين الكرام بهذه السرعة 11 ثانية و98 جزء من الثانية. المطاردة لا تزال جارية من قبل هاجيت في ثاني المراتب لسلام الخير ابن أنتي سايد مع أليكسس مورينيو بشعر اسطبل عذبة للسباقات. هنا بدأت الأمتار المهمة وبدأوا الخيالة باستحثاث جيادهم وأعطاهم الإشارة للتحرك أكثر فأكثر واستحثاثهم أكثر. هنا هاجيت يبدأ من المسار الخارجي مليان يستحث محمد إدهام. سلام الخير لا يزال في المرتبة الأولى الآن، يعطي الإشارة قليلا. هنا أليكسس مورينيو بشعر اسطبل عذبة للسباقات من المسار الداخلي. يبدأ سلام الخير الآن قاب التبديل، وابن أروجيت هاجيت قادم من المسار الخارجي الأزرق قادم، والأحمر يوسع الفارق. أسماء قوية اختلفوا بينهم في الترشيحات،
سلام الخير الأقرب ينقض أكثر فأكثر بشعار اسطبل عذبان السباقات قادم يخطف هذا الشوط وجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية تذهب لاسطبل عذبان السباقات وسلام الخير من ثاني انتصار بالمشاركة الخامسة وبتصنيف 95 14 شعار تمثل 18 جواد تمثلها في هذا الشوط إذن الدفاع موفق سيداتي أنيساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف ونادي سباقات الخيل كأس أمارة منطقة مكة المكرمة تتنافس في نخبة الجياد على مسافة 1600 متر قيمة الجائزة 150,000 ريال 14 شعار تدفع ب 18 جوادا ينطلق الشوط بسرعة جدا عالية من بريزن فيول المراتب في من مطاردة من فورد مادكس براون وكذلك هنالك الحضور من باث أوف ثاندر وأيضا أكس بيرشنست في ثاني المراتب والحضور لماي ماب من المسار الخارجي مع إيدي كاسترو وكذلك مستر راج أنا المقصود وما عليك وهنالك أيضا إمارات كراسية يبدأ هنا أكس بيرشنست في المرتبة الأولى والمطاردة من قبل ماي ماب هنا الأمتار المهمة مشاهدينا متابعين الكرام 11 ثانية و81 جزءا من الثانية انقطعت ال 200 متر الأخيرة في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين الكرام 600 متر الأخيرة بدأ إيدي كاسترو باستحداث ماي ماب مبكرا وأكس بيرشنست يبدأ باستحداثه أيضا من المسار الداخلي مهند النصار ومستر راج قادم من المسار الخارجي سيدا كاسبر بالانقضاض وقوينغان وهسوليود مشاهدينا متابعين الكرام كأس أمارة منطقة مكة المكرمة بدأ ماي ماب بالتحدي مع أكس بيرشنست هنا توفرنج الفاصلة قام بالتبديل ماي ماب بات أوف ثندر بالانقضاض وماي ماب وأكس بيرشنست كذلك قادم يبدأ مهند النصار باستحتافي أكثر فأكثر الأشقر وسع الفارق أكس بيرشنست يحاول ويوسع ويسعى ويخطف كأس إمارة منطقة مكة المكرمة فاجأ الجميع في هذا الشوط